رحلة الألم. هاي الرسالة للمتألمين واللي بمروا في ظروف صعبة جدا، سواء مرض أو ظروف قاهرة قاسية. هاي الرسالة لك اليوم. يمكن بتعرف شخص عم بشاهد أو بتحب إنه يشاهد معنا هذه الحلقة، فيك تشجع كل شخص إنه يشاهد هذه الحلقة، لأنه رح نتكلم عن رحلة ألم مع شخص مر في هذه الرحلة. أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة. إخوتي وأخواتي، أهلا ومرحبا بكم. هذه الحلقة من برنامج ليكن نور. أنت بتشاهد هذه الحلقة بث مباشر، وبصلي اليوم إنه تكتشف إرادة الله لحياتك ومشيئته من خلال تعاملاته، من خلال الرحلة في هذه البرية وفي هذه الظروف الصعبة اللي منمر فيها في هذه الحياة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.